مشهد جديد للمعركة على الأرض بدأ يتجسد بعد أيام قليلة من إعلان شبوة محافظة محررة من ميليشيا الحوثي، إذ باتت الطرق المؤدية والرابطة بين مديريات عين وعسيلان وبيحان وحريب مأرب مع البيضاء مناطق عمليات عسكرية. التحالف السعودي الإماراتي طلب من المواطنين والمسافرين عدم استخدام هذه الطرق أو التواجد بالقرب منها حتى إشعار آخر، وتوعد باستهداف أي تحركات عليها في إشارة إلى قصف أي تحركات لميليشيا الحوثي عبرها. إعلان التحالف هذا جاء بعد إعلان سابق له عن بدء عملية عسكرية جديدة أطلق عليها عملية اليمن السعيد، التي قال إنها ستعمل على استعادة الدولة المختطفة من ميليشيا الحوثي. المعلومات الواردة من الميدان تفيد بتقدم جديد يضاف إلى قوات الجيش، إذ تمكنت من السيطرة على مواقع مهمة شمال غربي مأرب عقب هجوم مباغت شنته من محورين. قوات المنطقة السابعة أيضا تتقدم من اتجاه الأخدود وباتجاه القائمة واتجاه الردهة واتجاه الحناءة في الجبل الذي أمامكم، والعدو منهزم منهار، العدو منهار، العدو يقتل. معنويات الجيش تسمعها من أفوال بن آدم، والتقدمات التي تشاهدها الآن هي المعنويات تعرف نفسها. هجوم الجيش جاء عبر وادي الجفرة ومنطقة حلحلان والمنطقة الصحراوية باتجاه منطقة الردهة وفقا لمصادر عسكرية، فيما لا تزال المعارك محتدمة على الأرض. المواجهات تجري بالتزامن مع غارات جوية عنيفة استهدفت تعزيزات للميليشيا في محافظتي مأرب والبيضاء، أسفرت عن سقوط خسائر مادية وبشرية في صفوفهم وفقا للتحالف. وبينما تدور المعارك العنيفة على الأرض، يتساءل الكثيرون ما إن كان الجيش والتحالف جادين هذه المرة بشأن تحرير مأرب والبيضاء من قبضة الميليشيا بشكل كامل، أم أنها ستتوقف بعد أيام قليلة دون تحقيق ذلك.